سلام خوتي خوتتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احوال طيبه ان شاء الله يا ربي. اليوم غنشارك معاكم هاد الحبكه، كنخدمها في المكان ديال الرنطه. كدغيا كتطلع معايا الصراحه، كتجي زوينه ودغيا كتطلع معايا، ماشي بحال الرنطه. ولا يعني ولا كنتي بغيتي تخدمي الرنطة في الكوم ولا في الدورة ديال العنق وما عندكش الوقت، كتساليها في النهار. والله في النهار كتدوري الدورة ديال العنق وكتجي بحال الا خدمتي الرنطة كيف كيف، وهي كتخدمي الحبكة على حبكة وكتجي بهذه الطريقة هذه. بسم الله، غنبدأ معاكم. انا عندي خدمت هنا 4 ديال الحبكات، حبكت 4 ديال الحبكات، 1 2 3 4، وكندير الجوهر ديالي. انا خدمت بهذا الجوهر الصغير حيتاش هذا اللي متوفر عندي، وانتوما اللي بغيتو تخدموا به تخدموا، يعني باش ما حبيتو. والخيط درتو على جوج، برمتو على جوج، سهلة البنات. غير يعني غير الحبكة، تخدمو غير الحبكة الصراحة. بنادم إلا ما عندوش الوقت وبغى يدير الرنطة في الكم، كتجي زوينة بحال إلا درتي الرنطة كيف كيف. انا خدمت 4 ديال الحبكات، وغندير السمور ديالي والجوهرة ديالي هذه الطريقة. ما يعني كنحاول ما نخليش المسافة بيناتهم، خصني المسافة تجي قصيرة بيناتهم باش تجينا الطريقة زوينة. صافي، وكنستمروا بهذه الطريقه هاتي حتى كندورو على الكم ديالنا ولا على الدوره ديال العنق كامله، وكنرجعوا نديرو يعني نكملوا عليها. هناك انا البنات، من بعد ما انا كنت خدمت باش ما نطولش الفيديو، غنوريكم غير الطريقه وصافي. كنت تلالي هنا الخيط ودرت الخيط جديد صافي، وكنكملوا بهذه الطريقه بالحبكه. ما كنخلي ملي كنديروا الجوهره ما كنخليو لا غرزه لا والو، كنخدمو عادي. الحبكه ديالنا عاديه، يعني بحال الا كنخدمو الحبكه يعني بوحدها بلا الجوهر. المهم طريقه واحده. صافي البنات، بهذه الطريقه كنحاول نختصر باش ما نطولش الفيديو، باش ما يجيش الفيديو طويل. بحال هكا المرحله الثانيه، يعني حتى نسالي عاوتاني الدوره ديال الكم. مثلا كنخدموا الكم ديالنا حتى نصاوليو الدوره ديال الكم كامله باش كتسهل علينا الخدمه، باش ما نبقاوش ندخلوا لي برا في الخيط وعاود نحيدوها بهذه الطريقه هذه، حيت انا كنختصر الخدمه وصافي. انا البنات، من بعد ما حبكت على الجوهر ديالي، دابا غندوز للمرحله الثالثه.
غنستمر في الحبكة ديالي، ومنين نوصل هنا فوق هاد الجوهرة هادي غندير بهاد الطريقة، غنحبك هي الأولى بحال هكا، وندير الجوهرة ديالي وما نخليش الغرزة كيما كنديرو في الرنطة. غنقزو مثلا هاد الغرزة هادي ونضربو هنا، لا نخدمو ديريكت عادي، يعني بحال اللي كنخدمو كيما قلت لكم الحبكة ديالنا عادية. كنتمنى يكون واضح. ندير الجوهرة ديالي، صافي. وكا احنا مثلا كملنا المرحلة الثالثة، لو ما عندي هنا 3 ديال الخيوطة. انتوما ملي كتكونوا كتخدموا، دابا انا كندير غير المشطره وصافي، ملي تكونوا كتخدموا انتوما في الجلابه ولا في الكم خصكم تكملوا باش ما يجيب لكمش هاد الخيوط هنا، ولا ولا بغيتوا تدخلوا من جديد عاود الابره في الخيط، راه المهم انتوما وكيفاش تخدموها. انا دابا نخدم المرحله الرابعه، نخدم الحبكه وصافي، ما ندخلش الزمرد، غنحبكم من فوق الزمرد ديالنا. دابا انا درت هنا الخيط على جوج، برمته على جوج على حسب الزمرد اللي عندي، الجوهر اللي عندي. انتوما اللي كان خيط على 3 دغيا كتطلع. في النهار تقدروا ديروا لكم وديروا الدورة ديال العنق بحال لك، الا درتو ليها الرنطة بحال بحال، يعني ما كاين حتى شي فرق. صافي كنكملو بهاد الطريقة، كنحبكم من فوق الزمرد ديالنا. الرنطة السريعة ومازال غنديرها ان شاء الله حتى في النصف ديال الطوب، كتجي حتى هي زوينه، والصراحه كتطلع دغيا 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 كتطلع. وإلا حاولتوا ما تخليوش المسافه بيناتهم، يعني تقربوا الحبكه يعني لبعضياتهم، كتجي بحال الرنطه، يعني بحال ما يعني الا شفتيها ما تقدريش تميزي بيناتهم، كيجيو الغرزات حدا بعضياتهم بحال الغرزات ديال الرنطة. كندخل الجوهرة ديالي وكنكمل في الحبيك. هذه المرحلة الخامسة والأخيرة في، لا ماشي الأخيرة، مازال عندنا المرحلة
الحالة السادسة ونديرو الدريس من فوق منه. أنا اختاريت هاد الدرس هذا ديال هاد الدريسات صغارين باش نختصر الوقت، ولكن نتوما اللي حبيتو اللي حبيتو الدريسات اللي حبيتو ديروهم ديروهم. صافي وكنحبكو، كنخدمو الحبكة ديالنا عادية من فوق الزمرد ديالنا، عاد نديرو دريسات باش يجيو لينا دريسات واقفين ومعوطين. ولا بغيتو ديروها يعني بوحدها بلا زمرد وتزوقوها. انا خدمتها في واحد القميص، زوقتها دخلت بحال هاد الطريقة هادي بسقلي، يعني دخلت فيها بحال هكا بسقلي، بحال الا كنخدمها بحال الا خدمت الرندا. سميتو التركي. هاد الطريقة جات زوينة. صراحة كيطلبوها لي حيتاش خفيفة دغيا كنساليها، وشي مرات واخا ما كيطلبوهاش ليا كنخدمها من راسي، حيتاش كتجي لي يعني كتجي لي سهلة دغيا وكيعجب لي ومن الحال الكليان ديالي. صافي البنات، كنستمر بهاد الطريقة هادي حتى كنسالي لكم ديالي، ودابا نخدم معاكم المرحلة الأخيرة واللي هي هاد التضريسات هادهم الصغارين. ديجا شاركتهم معاكم في الدرس خاص بيهم، نعاودوها ماشي مشكل. صراحة فاش كيكون الخيط رقيق كتجي الخدمة متقونة أحسن وزوينة وخفيفة كتر. إلا كان التوب خفيف ورقيق كيجيو بحال كتجي زوينة، ولكن كتعطل ما كتطلع الخدمة. وتقدروا تخدموا فيهم المهرس في الموطع ديال هادو، تخدموا فيهم المهرس كيجيو طوالين عاود كيجيو زوينين. المهم انا غير وريتكم، غير بغيت نشارك معاكم وصافي، نعاود نشاركهم معاكم. انا درت ليهم الفيديو خاص بيهم بهاد التدريسات كيفاش كنخدمهم، كنحبك عليهم بحال هكا باش كيجيو كيجيو بحال الا شركتيهم عند بعضياتهم.
صافي يا اختي، هذه هي الطريقة ديال اليوم. كنتمنى تكون عجبت ليكم ان شاء الله يا ربي. فاش نخدمها في شي قميص ولا الصراحة كنخدمها في الحوايج ديال الكليان ديالي، ولكن ما كنبغيش نشاركهم في القناة. كنحتار من اي واحد. وفاش نخدمها ان شاء الله يا ربي، الله يفرج علينا وحيد علينا هذا الوباء ان شاء الله يا ربي، نخرجوا منه بخير وعلى خير ان شاء الله. كل شيء الأمة الإسلامية الله يفرج ان شاء الله، وعلى العالم بأجمعه. ونخدم معاكم ان شاء الله شي قميص راسي ان شاء الله يا ربي، كما قلت الله يفرج علينا ونشاركه معاكم. كيفاش كيجي مطروز بالسقلي والزمرد ولا المهرس؟ عاد كيجي احسن، كيجي زوين. انتم يلا اخوتي، في امان الله ان شاء الله، مرة تانية ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم.